دي حاجة بقى أنا بحبها جدا، دي تذكرة بتاعت حفلة أم كلثوم سنة 1950. شفت شو صار مع نبيلة وأنا وقيتها؟ تخيل إجاها علي صغير فقيت عليه؟ والله؟ يعني أنا ما بصدق إنه نبيلة أخيرا ما فقيت على حدا. أول شي حسيت إنه التعب قربنا لبعض. 1950 شفتك كيف كنت تهتم فيني. الساعة 9 ونص الحفلة بالرغم من الزعل. بخمسين قرش التذكرة كانت بخمسين قرش. حسيتك عم تهتم فيني مش بس لأنك دكتور. حفلة الإذاعة أكيد. أنا فعلا كنت خايف. أمانة عليك يا ليل طاول وهات العمر من الأول، بحبك جديد وقلبي سعيد، يا ريتني عشقت عم نول أمانة 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 يا ليل يا ليل. Thank you.